لأول مرة هذا العام يشارك المجلس القومي للمرأة بجناح كبير بمعرض القاهرة الدولي للكتابة، يقدم من خلاله العديد من الفعاليات والأنشطة. احنا أول مرة نشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في بجناح المجلس القومي للمرأة. احنا جايين السنة دي متقسمين ثلاثة أقسام أو ثلاثة بارتيشنز، عندنا تنمية المهارات، وعندنا مكتب الشكاوى المجلس القومي للمرأة، عندنا المكتبة المختصة بها. مكتب الشكاوى هنا بيقدم الخدمة بتاعته ان هو عن طريق الخط الساخن اللي هو 15115، وان هو بيقدم الخدمات بتاعته على المستوى القانوني والاجتماعي والنفسي، وان هو اي حد يقدر يوصل للمكتب او يقدر يوصل للمجلس القومي للمرأة عن طريق فروعنا اللي هما متواجدين في كل محافظة. في مطبوعات من أول ما المجلس أنشئ سنة 2000 إلى الآن، عدد كبير من المطبوعات وبموضوعات مختلفة سياسية واجتماعية واقتصادية تشريعية، بنتناول قضايا المرأة، العنف ضد المرأة، بنعرف المرأة، في برضو حاجات عن مكتب الشكاوي، ده البارتيشن التاني بيعرف المجلس المكتب الخدمات اللي بيقدمها، ولو اي واحد من الزائرين الستات عاوزين اي استشاره بنقدم لهم الاستشارات وبنقدم لهم الدعم الفني، وبنعرفهم ان احنا ازاي بنتواصل معاهم او هم يتواصلوا معانا ونحل لهم قضاياهم وندعمهم. وينقسم الجناح الى ثلاثه اقسام تتنوع ما بين تنميه المهارات اليدويه وتلقي الشكاوى بجانب عرض اصدارات المجلس. في ورش كتير مجلس القومي للمرأة بيقوم بها مختلفة بتهدف انها تعلم الست مهارة معينة ممكن تتحول لحرفة لو هي عايزة تحولها، وبيدعم كمان سيدات. كل حاجة بقى موجودة، في ازاز، في تطريز، في إتامين، في ورشة تصنيع صابون، في كل حاجة موجودة. استفدت كتير جدا، ان حاجة حلوة لما تعملي حاجة بإيدك وتاخديها معاك كمان، استفدت كتير جدا من والروح حلوة. تجربة جديدة كان فيها روح تعاون حلوة، وان انا عملت حاجة مفقودة في الزمن اللي احنا فيه العروسة، فشيء جميل يعني ان انا اشتركت معاهم. ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب فرصة كبيرة للزائرين للتمتع بالأنشطة والفعاليات المتنوعة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال أيام المعرض.